رح نحكي اليوم عن واحدة من تقنيات البلوكتشين الحديثة المتبعة عشان تحسين نظام الطاقة الموجود حالياً. رح يعمل البلوكتشين على إيجاد نظام طاقة جديد بيغير فكرة الشبكة المركزية الحالية. الفكرة من هذا المشروع هو وصول الشاري بالبايع بشكل مباشر بدون ما يحتاجوا لوسيط بيناتهم، وهذا بيؤدي إلى انخفاض أسعار الطاقة للمشتري وربح أكثر للبايع. من الفوائد الثانية اللي عم تعملها البلوكتشين تغيير مزود الخدمة الخاص فيك بسهولة وبدون تعقيدات، مع إنها بالعادة بتكون عملية مكلفة وبتاخد وقت طويل، بس أخيراً صار في إمكانية إنه المستخدم يدفع فاتورة الكهرباء الخاصة فيه عن طريق العملات الرقمية، وبيتم تسجيل المعاملات هاي باستخدام العقود الذكية.